محمية الحسوة تعتبر محطة عبور لأشكال وأنواع الطيور المهاجرة التي تأتي من الدول المختلفة. خلينا نطلع نشوف التقرير ونرجع لكم. محمية الحسوة الواقعة في محافظة عدن جنوب اليمن تعد من أهم المحميات الطبيعية في البلاد، حيث تعتبر محطة عبور لأشكال وأنواع الطيور المهاجرة التي تأتي من الدول المختلفة. تتميز عدن موقعها الجغرافي الذي يقع في أقصى جنوب آسيا، ويتميز بأنه محطة عبور أولى للطيور القادمة من المحيط المتجمد الجنوبي للمنطقة الباردة الجنوبية، وتوجد فيها المحمية الطبيعية بالحسوة التي تحط فيها هذه الطيور ومجموعة من الطيور النادرة. وتمتاز محمية الحسوة بموقعها الاستراتيجي بالقرب من ميناء عدن، كما أنها تقاوم من أجل البقاء، حيث يتهددها الاكتساح العمراني للمدينة إضافة إلى الإهمال. أحب المناطق هذه في عدن، خصوصا المحميات والشواطئ، خصوصا المحميات حسوة تحتوي على كثير من الأشجار والنخيل المختلفة، كذلك الطيور التي تأتي الطيور مهاجرة، وأيضا تكثر فيها البط والنسور. كمان تقدر يعني لو حصل اهتمام من الحكومة بيكون تقدر تكون منتزه للعائلات وللشباب. المحمية توفر مجالا للنشاط الاقتصادي للسكان في المناطق المجاورة، إضافة إلى أنها تضم نباتات طبيعية وأخرى مستزرعة تمثل نباتات البيئة الساحلية والصحراوية لعدن والمناطق الساحلية المشابهة. نشكر زملائنا على هذا التقرير، وخلينا ننتقل.